ياك لي انا بغيت دغيا غرقات فهميتها بزاف صفات حتى تهنيت ونسيتها دابا عادي ودا فكرتيني حتى في سميتها الشيطان كان يخدع حيت بالمعقول كنت ماشي عليها كنزيد فيها نكعه حرام كانت تسكت ولا تسمع ما بقيت قادر لا نرحم ولا نسمح فبلا ما تقدر وتعبر انا كملت وحفرت لك الاقبار الحبس اللي معاك كنت عن جبار ياك على الفراق كتغني باغا تحني وقدر على الهم تصبري في حين كنتي طمع في الحديد واللي كيكابري ما مره ما جوج عملتيها بالعاني داك الانسان بغيتيه معاك يعاني ولكن في الحب الغايلوف شكون يبقى في حياته كامله متلوف راه الراجل عمره على الخويه كيروف اما انا تينا والشيطان ديالك في يدي مكروف مادام كتعجبك الجولف ولو يكون حمار حلوف المصيبه كنعرفك اللي جاي غرفك دابا كتعترف باللي كنتي كتمثل باش المسكين يبقى مجروح معتل بسبب الماضي اللي فيه كنتي تالفه بالزربه طحتي في المسكين دابا حلفتي ولكن دابا تندم مادام الراجل فوت الكوره رجع شب من عدم بروجع ويله بالنسبه لخاك كنتي مشكله ويمك بغات تصدرك ولكن كنتي كتخويله تشعلات فيك لقيده ياك كنتي مقيده تناودك تعود تعين شيطان زحت باك معاهم يبقى حيران مرحبا جهنم العوافي والنيران حي الدكتيكيرو راك يمونتي فوق كتقول لي باللي كيغيرو راه في حاله بحال غيره مراهي قصير الريح اللي جاي يديها لا هي ولا اللي معاها ساهل ننساها وهو كيقول اللي بيني وبينك انهي غمة غبينة اللي حصال كيقول غرقات لسفينة اما احنا متخربيق سالينا مادام الفلوس تعميها اجيتينا وديها ارى بنت الناس فوق الراس اما اللي في حالك يحرق الدراس صاحبتها اللي كانت فيها تقري كتقول لزي الرخاف عري تما بقى عندها الوجاه ما عرفت للطريق للاتجاه عد امر الواقع ما عندها باش تواجه نهار للحق في يظهر بذنوب المسكين اليوم عاد تقهار انا ماشي هو باش نخليك تلعب في حال حيه وتلوه راهي متلت متناسي في حال اللي ندمت لا وقت وراسي اما انا شابع معاصي هذا الغالي يقول لك عايش بلا بيك ما على بالي وكل شي كان هي فالخوه كنتي صفحه كحله ولازم تطوى الحب اللي عليك غمار قلك سينا ديالي بوحدي راه باقي متبع كيحدي القلب الكبير وكيعطي تقدرو تاعو فيه كاملين كل ساعه وش من وحده فيها معاها عاملين حتى اللي كان غراق شعطته الموجة غطته الرمال وغراق علاقة بلا حلال عاد تحرق الزمان عنده نقطة فراق قبل ما تدور بيا شي جنية حسن ما نخشي لها راسها في شي هندية خليناهم كاملين مراتين هادوك اللي كيقولو تاضو تسعين بيهم شياطين وابلة فريخ معاهم بالزربة هربلة وهذا نوع كاين انواع كاين حتى السعلة والرواح هالمرأة اللي عتربينا الاجيال هاد المرأة اللي عتربي الاجيال كتعيشي في الخيال فتح لها الدماغ عتجبرو مسالح حماق دغيا يضحك يتملاه راه ضعيف مقادم كلاخ وحيد داخلت بمسلسلات الغرام عاد هو كيمثل باللي ولد الخير والكرام عادي نزلات معاه فوتو في انستغرام وهي عارفه باللي كلشي حرام هي مع اللوف اللي معاها ومع غيرها متلوف فقاه واليد في اليد والشيطان الثالث معاه مليد هو كيقرب وهي اصلا باغا تجرب عاد خانه من بعد خانه وهي مصدومه هربانه تبكي في بيتها احاسيس رجعت ميته حيت ما عرفتش باللي الحياه جيفه خبيته ديك الحقيقه اللي كانت قبل ممنوعه في قاتل صحة من الأوهام المصنوعة واللي عاشت كان مؤقت وهمي دب عليها خسر يكمي دك الحب اللي كان كبير صافي نشوف له المام ببير استغلوها القرود الجسم كان ضحية مهرود دبا كتشكي ولا راسها ترود هذه هي المرأة المتحررة حصلت في الحياة المريرة ما بغاتش تفيق حتى غرقت لبخيرة هذاك كان يسطاج وان أما دبا سطاج تو وباغا تنتاقم وتحنتو يا كان قطيع ولا خليج على فرانك تبات في بيجي الحام رجعت كتباع بكيلو كرامة دموع عليها كيسيلو ومن بعد مدة الشرف عمل لها حدة والسيدة حرقاتها بفتيلة ولقيدة فقبل كانت بنت رجعت مرة متحررة للقيود بسبب شعارة الإشهارة العلمانية وليهود إيسبو